الفقر الثاني بحكي عن دكتور في الجامعة قاعد بيشرح للطلاب وهو حامل طفل صغير. يعني رضيع. عمرك سمعت عن هذا الشيء؟ لا. في كانت هاي اللي كان شو اسمها نائبة في برلمان بإيطاليا صح؟ إيطاليا. كان شكلها حلو كثير. ليش طب حامله فكرك؟ ليش حامله فكرك؟ مرته مشغولة. يعني اضطر يجي على المحاضرة. البيبي ستر خلمتهم. لا. لا. السبب الرئيسي هسا أيوة. انت زي ما حكيتي الامومه مسؤوليه كبيره تمام انا حكيت يعني هو معروف ان الامومه مسؤوليه ماشي كبيره يعني زي النائب الايطالي بصراحه اللي اخذت مسؤوليه كبيره طبعا هلا في وحده طالبه في الجامعه بتدرس ماجستير اوكي عشان بتحافظ على هدفها وعلى حلمها انها بدها تكمل دراستها طيب. فاضطرت انها تاخذ ابنها الرضيع على المحاضره ايوه فكان يبكي الرضيع وسبب لها احراج في القاعه يعني طيب. شو كانت رده فعل الدكتور انا حكيت لك اتفهم مع الوضع زي ما بتشوفوا بالصور اوكي اتفهم مع الوضع واخذ هالبيبي وصار يشرح للطلاب والبيبي قاعد بعيط مره بعيط مره بسكت حبيت بالضبط وهذا الدكتور اسمه حسن شمس اوكي هذا الحكي وين صار بلبنان في لبنان في جامعه لبنانيه أوكي. والدكتور اسمه حسن شمس اوكي وحط تويتي على التويتر صوره وحامل الطفل وبحكي انه طول ما انا بشرح هذا الزلمه قاعد بعيط واتوقع انه فهم اكثر من الطلاب اللي كانوا موجودين اقرب واحد عليهم على الاغلب اقرب واحد كان بالضبط فلا كان متعاون يعني حظها انه كثير حلو على فكره احترام بصراحه لهذا الدكتور لانه بالعاده يعني ما بتشوف ردة الفعل هاي انه ليش دكتور يحمل بيبي صح او ليش تجيبيه اصلا او ليش تيجي بالضبط بالعكس يعني هذا نوع انا بصراحه يعني كل الاحترام جد يعني نرفع له القبعه بصراحه بالنسبه لي لانه كثير صعب يعني وحده ام تقدر تكمل حياتها بالدراسه اذا عندها طفل بالعاده بتقول خلص بكبر الولد شويه بقدر اصير احطه عند حدا بعدين ببلش اكمل دراسه وبتغيب السنين وبتروح الوقت وبروح الموضوع بتعرفش كيف صح فبصراحة احترام أول شيء للبنت وبعدين للأستاذ شو بو دكتور حسن